لك شو عم تحكي انت؟ معقول؟ هلا معقول تروحي على امريكا بس لحتى تولدي؟ يعني ضاقت عليك كل الاراني بالشام؟ شوف لقلك لا تقعد تتمقلس علي، ماني مقلسة عندك انا. يا بنت الناس انا ما عم بتمقلس عليكي، بس مو معقول نطرق مشوار من هون لامريكا بس لحتى تولدي. بالله شو؟ يعني عامل حالك ما بتعرف ليش. شو اللي ماني عرفانه؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤمريكانه أو يسودانه من السويد يعني أو يسورانه من سوريا بقصد. بقى لا تفوت معي بهز البدان ماجد، الناس كلها عم تعمل هيك وكل وحدة حامل مثلي عم بدور براسها هذا الموال، لأنه معلومك حبيبي إذا أجا الولد هنيك بياخذ الجنسية فورا. يا ستي وحصرا للجدل، لنفترض إني وافقت، منين بتجيب مصاري أنا؟ هلأ معقولة ما بيتدبر معك 15,000 دولار؟ شو 15,000 دولار؟ لك ايه ماجد، يعني هو مبلغ بسيط ببساطة بيتأمن. منين بدي اجيبهم هدول 15,000 دولار؟ حوشهم من على الشجر يعني؟ ماجد ارجوك انا ما بحب التحكم والمقلسة، عم بحكي معك جد، جاوبني جد. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك يا حبيبتي يا روحي انا منين بدي اجيب هالمبلغ؟ روح اسرق يعني. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ ليش انا بهون علي اساسا انك تسرق؟ ايه والله والله بروح بولد تحت شجرة بالجنينة ولا بخلي قرش الحرام يفوت علينا. يا ستي الله يبارك بأصلك، لأنه لو معي مو بس بفكر بالموضوع وما بقصر كمان، بس من اللي هالمبلغ الكبير يا حسرتي؟ أنا كل شي عندي بوتيك ملبوسات ودخله معروف بالأيام المنيحة والأيام الردية. طيب أنت والله ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني مالي حابة اتدخل وعلمك شو تساوي. لا يا ستي اتدخلي وعلميني، ما راح أتحسس، مو مشكلة. فكري يعني إنك تطلب من أبوك يساعدك. أطلب من أبي يساعدني؟ إيه ليش لا؟ يعني بالنهاية هو أبوك، الله لا يفرق بيناتكم. يعني أنت برأيك ليش لحتى ما تطلب منه؟ يا ماجد بالنهاية أبوك أحواله ميسورة وغني وماشي حاله، بعدين هو حب على قلبه أنك تطلب منه. بعدين هذا المبلغ بده يعطيك يا حبيبي من طرف الجيبة، يعني ما راح يكسره. والله ما بعرف، بس صدقيني مستكبرة شوي. لك إيه لا تستكبرها ولا شي، الله يخلي لك يا ويطول لك بعمره يا حق. يلا اتصل فيه بالتليفون وخير البر عاجله. ألو مرحبا بابا. الحمد لله الله يخلينا إياك. بخير حبيبتي، إن شاء الله يسلم لي هالوش يا حق. يا أمريكية أنت، بكرة لما بدك تكبري رح ترشحي حالك للكونغرس، لكان بدنا نرفع راسنا فيكي وتدافعي عن العرب، تقبري قلبي إن شاء الله على هالوش الحلو. أي أخي حبيبتي. لولا وينك؟ أنت هون؟ يلا أمي الكناوية صارت جاهزة. إيه يلا. ما تأخذيني تأخرت عليكي، مثل ما بتعرفي يعني الكراوية مو طيبة إلا إذا انطبخت طازة. يسلموا إيديكي، ليش ما عصب حالك؟ ولو حبيبتي عذابك راحة، يعني هي صحيح إجت متأخرة شوي وبعز الصيف وبعد ما صار البيبي عمره 6 شهور، شو بدنا بالحكي؟ بتضل الكراوية طيبة. والله طيبة، بيقولوا كمان إنه بتدر الحليب، فأنتي لازم تكتري منها. نادين حبيبتي أنتي ما عندك لفاية؟ لا والله ما عندي. معقول؟ معقول ما يكون عندك لفاية وانتي عندك بيبي صغير؟ اصلا انتي ما فيك تقيمي بكل شغل البيت لحالك. بتعرفيها لهبة بنت ابو نبيل التوتنجي؟ هبة بتعرفيها، عندها لفايتين بالبيت. عرفتها. داري دودو داري حبيبتي، يعني ليش متسطحة؟ ليش قاعدة هون؟ شو خير مرضاني؟ ماني مرضاني. لكن شوفي ليش قاعدة لحالي، زعلانة شي؟ ماني زعلانة. معناتها عذبتك الصغيرة؟ ما عذبتني ولا شي. طب معناتها ليش قاعدة لحالك؟ شوفي يا الله ماجد شبك اليوم متضايقة وحابة اقعد لحالي شوي، ممنوع يعني؟ بعدين اذا بدك تاكل العشاء جاهز بالمطبخ. هلا اتركيني من العشاء وقولي لي ليش كاني هالكنة؟ مالك بالعادة؟ تعبانة كتير وجسمي محطم. سلامتك يا قلبي، بس من شو تعبانة؟ من شو يعني سيد ماجد؟ من شغل البيت طبعا، من الطبخ والجلي والتنظيف والمسح والكناسة.
يا ستي الله يعطيك العافية ويكون بعونك. بالله شو؟ وين بتنصرف هاي الله يعطيك العافية؟ ماجد أنا من تفتيحت عيوني وأنا عم بفعي فعي بهالبيت، هات كله غير العناية بالصغيرة، والمسح والكناسة والتعزيل والطبخ، لك لو كنت جبل كنت انهديت ماجد. إيه والله يا روحي عم تتعبي، معك حق وأنا مقدر هالشي، بس بكرة لما بتكبر البنت بتصيري بتنامي مزبوط وبترتاحي وما بتعودي بتفيقي بالليل. وإمتى بده يصير هالشي؟ بعد ما يصير معي انهيار عصبي ورجفان أذيني وانقطاع بطيني؟ لا سلامتك شو هالحكي؟ فال الله ولا فالي. شوف ماجد أنا مالي متعودة أشتغل هيك مثل الحمارة كل النهار، بقى إذا بدك يعني أمرض لي شي مرضة تقيلة خليك مطنشني هيك والله يسامحك. شلون يعني مطنشك؟ والله ما فهمت. يعني يا ماجد الناس الأغنياء ومتوسطين الحال والفقراء صار عندهم لفايات وخدامات ببيوتهم إلا نحن، وكأنه نحن مو من فصيلة البشر. فهمت عليكي، يعني انت بدك خدامه. ايه طبعا بدي خدامه، لكن بدي رقاصه. طيب ومين بدي اجيب خدامه؟ منين يعني؟ من هالمكاتب. بدي خدامه اجنبيه حبيبي مثلي مثل هالناس. ايه منين بدي اجيب لك 3000 دولار؟ يا الله منك يا ماجد، هلا انا كل ما بطلب منك طلب بتجيب لي سيره المصاري، شو بنا؟ اسمعوا يا جماعه اسمعوا على هالسيره، هذا طلب منين بده يتمم بدون مصاري؟ يا ماجد يا حبيبي لا تنسى انه هذا الطلب من اهم كل الطلبات، لانه بسلامة عرفك الخدامة بالبيت صارت من اولويات الحياة حبي. بس انا منين بدي اجيب لك مصاري؟ ايش وعد انا بعد عملي انا؟ يا ماجد يا حبيبي هلا انت ليش مضوج حالك كل هالقد؟ روق شوي. شلون بدي روق؟ شلون بدك ياني مضوج؟ 3000 دولار هدول مبلغ كتير كبير، منين تجيبه يا جماعه؟ بدك ياني اسرق؟ اعوذ بالله، شو تسرق وما تسرق؟ انا بجلاله قدري مستعده اشتغل لفاية بهالبيت ولا خليك تدخل عليه قرش حرام. لكن منين بدك ياني جيب المبلغ؟ هلا افهم علي حبيب قلبي ولا يطلع خلقك، لانك مو حلو انت طالع خلقك. طيب هاتي لشوف، تفضلي. هلا مو لساته رفيقك جميل مسافر بالخليج؟ بلا. ومو لساته عم بيبعث لك مصاري مشان تكسيله بيته اللي بكفر سوسه؟ بلا عم يبعث. يعني انا شو عم بقول لحالي ماجد؟ ليش ما بتاخذ شوي من هالمصاري وبتفك حاجتك فيهم؟ وبس الله يرزقك حبيبي بترد له اياهم على اخر مليم، وفوق منهم حبه مسك كمان. شو هالحكي يا دارين؟ لهون وصلت معك المواصيل؟ ولك بدك ياني احط ايدي على مصاري رجال، ما مني عليهم؟ ماجد حبيبي لا تخلي عقلك جامد، انت بدك ترجع له اياهم اول ما بده يصير معك، بعدين قسما بالله العظيم اذا ما بترجع له اياهم لحتى ازعل منك، لانه انا ما بحب اتفشك الا على الحلال. بقى شو رايك حبيبي؟ والله ماني عارفه شو بدي اقول لك، خلص تركيني فكر. لك تسلم لقلبي شو بتحبني يا ماجد، قسما بالله يا ماجد كان قلبي من جوا حاسسني انك رح توافق. يلا حبيبي قوم نتعشى، انا قايمه اغلي شاي لبين ما تغير اوعيك وتلحقني. ماشي ما قلت لك معلمتك امتى جاي؟ لا ما قلت. مرحبا ماجد. اهلين دارين. تاخرتي شوي وهي. شو بدي اعمل هلا لحتى خلصنا؟ شلون كان فطوركم؟ كثير حلو بشهي، والله اشتهيتك يا ستي. وين فطرتوا؟
يعني نحن كنا متفقين نطلع على بلودان لحتى نعمل الفطور هنيك، بس بعدين اتفقنا انه نخليهم بالشام لانه اقرب. ايه احسن. وين يعني؟ بمطعم الملائكة الزرق بدمر. وان شاء الله كان طيب الاكل؟ ايه والله يا ماجد كتير كان طيب، كانوا عاملين بوفيه مفتوحة الله مولاها، وكان يعني كل شيء بتشتهي نفسك موجود بهالبوفيه. يعني هاي بوفيه للمنظر مو للاكل، يعني على كل درس لون. بصراحة ماجد كتير كان الفطور ناجح، يعني كان فيه بحترة وكرم زايد. صحة وهنا. وقديش طلعت الفاتورة؟ كل مرة بتدفعها واحدة من الشلة. ايه يعني قديش طلعت؟ ما بعرف، يعني هي صاحبة العزيمة هي المتكفلة بالموضوع. يا بنت الناس نحن ما اختلفنا مين بيدفع بس قديش طلعت الفاتورة؟ يعني بدك تقول 600 ليرة على الشخص، لأنه معلومك هي بوفيه مفتوحة أغلى من الأكلاكارت. يعني دفعتوا 24 ألف ليرة حق فطور بس؟ لا حبيبي، أنت الصادق 26 ألف ليرة مع البخشيش. يا بلاش والله. بقى حضر لي حالك حبيبي، ها المرة الجاية يعني مشان ما تقلي فاجأتيني. على شو بدي أحضر حالي؟ المرة الجاية دوري أنا، إجا دوري يعني، وحابة أعمل لهم فطور ملوكي ينحكى فيه حكي قدام الناس كلياتها، مشان يقولوا عننا إنه نحن أهل الكرم مو بعيننا. وإن شاء الله دعيتيهم؟ طبعاً دعيتهم. لأنه مو حلوة أنا مرتك حاملة اسمك كل يوم انعزم على مطعم شكل، وكل يوم أقعد على سفرة أحلى من الثانية، وآخر شي أضربها طناش. إيش قالوا لك عني شرشوحة ولا ما بفهم بالأصول؟ لا سلامتك، بس صديني يا دارين أنا ما معي مصاري بهالأيام وما معي على قلبي. لك ليكو الثاني شلون بيحكي؟ يعني هلأ فطور واحد رح يكسرك؟ مو مسألة يكسرني، بس أنا منين بدي أجيب هالمبلغ؟ روح أختلس يعني؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ تف من تمك تف. أنا ما بتفشك حبيبي إلا على اللقمة الحلال، ولو ما صارت فطورات المطاعم من أولويات الحياة ما كنت جبت لك سيرة بنوب صدقني. بس يعني اللي بده يعاشر الناس بده يسايرهم، ولا شو رأيك أنت؟ على عيني، بس صدقني يا دارين أنا ما في بجيبي هلأ إلا مصاري العالم حق بضايع أخذها منهم وبايعها، وأنا لازم أرد لهم إياها بعد فترة. عظيم كتير، أصبح طالما المصاري بجيبتك قوم أعطيني إياهم لحتى نحل أمورنا، يعني وأنا واثقة إنه التجار رح يعطوك وقت لحتى ترجعون. إيه قليلة أنت شو بتعطي وقت للعالم لحتى يرجعوا لك مصاريك؟ ولا بس نحن لازم نكون جدبان ماجد؟ بس بخاف يا دارين إذا ما. حبيبي الدنيا كلها ماشية هيك، وكله عم يصرف مصاري، وكله مادد رجليه أطول من الحافه، لا مو بس هيك الحاف صاير شورت تقريبا. ما بعرف شو بدي أقول لك. هلا لا بتقلي ولا بقلك، قوم هات المصاري من جوا وخلي وشنا ابيض قدام العالم. الله يخليكم تكرمي. هلا بقوم بعطيك اياهم. ايه هيك ها، الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا رب. صدقني يا ماجد انا ما بحب اتفشك الا على الحلال، وبكره بس الله يرزقك حبيبي بترد المصاري وحب تمسك فوق منهم كمان. إن شاء الله دايمة يا داري. إن شاء الله ألف صحة وهنا. صراحة يا هيك فطور يا بلا، شفتي لي بلا شو كان طيب؟ يا ستي أنا مبارحة بالليل اتصلت هون بالمطعم ووصيتهم، لو ما هيك يمكن ما كانوا اعتنوا كل هالاعتناء. يلا باي دارين، إجا جوزي ماهر. تعي نور لوصلك. مرحبا دارين. أهلين ماجد، خير يعني شو جابك لهون؟ شفت حالي جنب المطعم قلت بمرق باخذك بطريقي. طيب ماشي، يلا بخاطركم. باي. حاكوني إيه؟ إيه. معقولة تعصب علي كل هالقد؟ وما أحلامي ومالي معصبة، شو جنيت لحتى تروح تاخذني؟ هذا فوق مالي معذب حالي وراي؟ إيه كتر خيرك والله، بس ما بيصير تروح بهالسيارة الهفتانة. هلأ صارت سيارتنا هفتانة بنظرك، ما شاء الله عليها ما فيها ولا عيب. بعدين انتي اكتر واحدة بتعرف قديش انا بحبها. لكن بتحبها بحكم العشرة لانه الا عندك 20 سنة. روح حبيبي روح، روح شوف رفقاتي لك افقر وحدة من بيناتهم عندها سيارة نملة موديل 2004. ها ومنين بدي اجيب لك انا نملة يا بعدي؟ مالي غير اسراء بنص الليل من قدام شي فيلا. هلأ لا تقعد تمزح معي هيك مزح، مو حلو بنوب، لانه بعدين من قال لك انه انا بدي سيارة غالية؟ أنا مستعدة أركب أرخص سيارة موجودة بالسوق،
بس على شرط تكون موديل سنتا. يعني هلا انت اذا بتبيع سيارتك وبتحط فوق حقها 400 500 الف ليره بتاخذ احلى سياره جديده. بقى لا تقعد تقلي بدي اسرى وامره وتفور لي دمي، بعدين عندك 100 طريقه للحلال. معك حق، اصلا انت دائما بتدفشيني على الحلال دفش، وما بخفيكي انا من زمان جاي على بالي اركب سياره حديثه. شفت ما احسنك يا ماجد. خلص ولك تكرم عينك، اتركيني على مهلي خليني اعرف زبط لك هالموضوع. ولك تسلم لي عينك يا ماجد، ما احلاك انت ورايق وعم تفهمني. انا عيني غيرت ثيابي وراجع ماشي. اي وش وش عرفان؟ عرفان؟ شو القصة معك؟ شو صاير؟ ما بعرف شو صاير بالسيارة، ما عم تشتغل. سبحانه ربي اللي تاب علي من السيارات العتيقة كلياتها. الحمد لله الله ريحني منهم واشتريت سيارة موديل سنتا طخ. يا سيدي الله يهنيك فيها. يا أخي حط لك 300 400 ألف ورقة فوق اللي معك واشتري سيارة جديدة وتهنى بأيامك. والله الكيس يا ماجد ما بقيان فيه ولا فرنك. بقى شو رأيك تدفع لي 400 ألف منك حق البضاعة اللي وردت لك أهل محلك من السنة الماضية؟ بركي بتسهل لي أمري. والله معك حق، بس شوفت عينك السوق دائر وما في حركة، وأنا مو بدل سيارتي وجبت واحدة جديدة، بقى هيك شوي متضايق. أنت مهلني كم شهر وتكرم عينك بيرجعوا لك وفوقهم حبة مسج. إلا كان تعال تهوش معي. تعال. لا حبيبي لا تبعث لي بضاعة إيطالية، أنا مالي مصلحة بالإيطالي منو؟ لك يا عمري، نحن قلدنا البضاعة الإيطالية ببضاعة وطنية وطلعت أحسن منها بكتير. بعرف يا سيدي بالمنظر بس وقبل الغسيل كمان إذا بدك. إيه بس يعني عدم المؤاخذة، اسمعني شوي، نحن البضاعة الإيطالية بتوقف علي أغلى من الوطني بـ 100 ألف ليرة. أنا هذا الموسم قررت أشتغل بالبضاعة الوطنية وبس، ما بدي إيطالي. بعدين تعال إلا خلي هالناس تلبس وتتبحتر يا أخي. إيه خلاص اعتمدنا، ممنونك أنا، يعطيك ألف عافية. قال إيطالي قال. تعرف ماجد أنا طول النهار وعم دور على روضة لتوتي وما كنت لاقي، الله وكيلك كل الروضات عدماني. روضة لتوتي؟ لبنتنا؟ بس يا حبيبتي يا عيوني بنتنا ما صار عمرها سنتين لسه. ايه انا مشان هيك تعذبت، لانه ما حدا عم بيقبل بالاعمار الصغيره ابدا. لا تحاول، ما في مجال بنوب. ايه بس انا لهلا ما سمعت انه ابن سنتين بيروح على الروضه، هالسمعه ما سمعتها منو؟ ايه لا اسمعها حبيبي اسمعها، لانه بهالايام ما حدا عم بيترك لا ابنه ولا بنته بالبيت لبعد السنتين، وبعدين انا كل ما بدي اروح مشوار عم باكل همه كثير، وعند اللفايه ما بتنترك. ايه وشو المعنى؟ المعنى انه بالروضه في العاب وتسالي ذكيه كثير والعاب بترفع الاي كيو عند البيبي. وشو هذا الاي كيو بالله؟ يعني مستوى الذكاء حبيبي. بس الولد بهالعمر اذا بيروح على الروضه بيروح بلاقط امراض وبيرجع. تماما هالحكي اللي عم تحكيه كثير مزبوط. لهيك يا ماجد انا نقيت لتوتي روضه بالصف ما فيها غير خمس اولاد، يعني بتجنن ماجد بتجنن، بتاخذ العقل، بيحاكون انجليزي وبيعتنوا فيهم اكثر ما نحن نعتني فيهم بالبيت، بس يعني استغالي شوي. امري لله. قديش يعني 10,000 و 100,000؟ طبعا هذا المبلغ قسط السنه كلها ومع الباص كمان. كتر خيرهم والله، 110,000 ليره قسط مدرسه مع باص لبنت عمرها سنتين، مو كتير، مو كتير منو؟ هلا عم تحكي جد ولا عم تتمقلس؟ انا عم اقول يا لك انا مشيت لحفيت لحتى لقيت روضه تقبلها هي وحفوضتها. ايه انا مشان 100,000 ليره بقبلها مو هي وحفوضتها وبس، بقبلها هي وحفوضتها واللي فيها كمان. هلا انا عم بحكي مثل الناس، لا تنغم وتنقر. على عيني رح نحكي مثل العالم. وهذا الاي كيو تبعك ما قالك منين بده يدبرنا ال 100,000 ليره هالمره؟ ها لقلك بقى حبيبي، هلا انت قبل شوي ما قلت بعظمة لسانك انه البضاعه السوريه عم تطلع احسن من البضاعه الايطاليه وعم تشتريها ارخص ب 100,000. شو قصدك؟ يعني انا فكري ليش ما بتحط على الملابس اتيكيته مكتوب عليها ميد ان ايطالي وبتبيعها ازود ب 100,000؟ اعوذ بالله يا دارين، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ بدك ياني غش؟
سبحان الذي خلقك. شو حكي أقدش؟ أنا بدي إياك تغش، بس أنت كنت قبل شوي عم بتقول إنه البضاعة الوطنية أحسن من الإيطالية، ومن هون خطرت لي الفكرة، يعني كل الشغلة حلال بحلال. قلتك حلال بحلال، أنا غشاد؟ أصلا أنت ما بتدفشيني إلا على الحلال، لأنه أهلك وأنت صغيرة أخذينك ومسجلينك بروضة، رافعين لك الآي كيو تبعك فيها. خلص خلص ولا يهمك، أكيد عن موعد رح كون. الله معك حبيبي ماجي. بدي أقول لك شغلة بس لا تزعل مني. الله يخليك، يعني أنت ما بتشوف أنه نحن صار لازمنا سائق للسيارة؟ لأنه أنا لما عم روح لحالي حبيبي. حبيبتي أنت برأيك مو صار لازمني مرة جديدة؟ آدمية وما إلى طلبات، ولحسن الحظ أنا لقيتها وكتبت كتابي عليها وليك وصك الزواج. قلت لحالي خليني خبرك أحسن ما تدري من الغريب. شو قست علي أنا يا ظالم؟ ليش يا ماجد؟ مو حرام عليك؟ مو حرام عليك يا ظالم؟ ولك حبيبتي ليش حكيك كله داج؟ قال حرام، قال هذا حرام، هذا هو الحلال بعينه، وانت دفشيني عليه بإيدي. مو انت دائما بتدفشيني على الحلال دفش؟ مو هيك؟